السلام عليكم. يقول الإمام النووي: ما رأيت شيئاً أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أثقل للقلب من الخصومة. أحرصوا دائماً على تفادي الخصومة وأثارها المدمرة. الخصام آفة من آفات البشر ومدخل كبير للشيطان، يفرق بين الأحبة والأهل والأصدقاء، ويحرم صاحبه الراحة والتركيز والعيش في سلام. الذين تربوا على تجنب الخصومة والتسامح والعفو عند المقدرة هم أكثر الناس استقراراً وأكثرهم راحة وتفاؤلاً وتقدماً في الحياة. أما الإنسان الذي يتمكن منه الغضب ويعيش في خصومات وصراعات مستمرة، تراه دائماً مهموم القلب، مضطرب النفس، لا يهدأ له بال ولا يستقر له حال، فاقد القدرة على التركيز في المنزل والعمل، وقد يدفع فاتورة هذه الحالة المسيطرة عليه غالياً في النهاية. الخصام والخلافات من سنن الحياة، وتحدث حتى بين الأخوة والأقارب والأصدقاء، هذه طبيعة البشر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين. لذلك فالعاقل هو من ينبذ الخصام والنزاع والرغبة في الانتقام، ويحث نفسه ومن حوله دائما على العفو والصفح والمودة. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.